الأبنية التي كانت تحصن بعصابات الأسد بعد تحريرها على أيدي مجاهدي البيئة الحي المصطفى دمشق حي جوبر الدمشقي. دمشق حي جوبر الدمشقي جبهة عارفة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد التشاور مع إخواننا المجاهدين في لواء هارون الرشيد قمنا بالتسلل على عصابات الطاغية بشار الأسد على هذه الأبنية ولله الحمد. قمنا بالدخول من المحاور الثلاث من المدخل ومن من الخاصرة اليمينية والخاصرة اليسارية، ولله الحمد بفضل الله تعالى انغمسنا قبل أذان المغرب وكنا ولله الحمد صائمين وأفطرنا في هذه الأبنية وقمنا شعائر الله عز وجل فيها بعد أن كان هؤلاء الظالمين يغتصبون النساء في هذه الأبنية الحرائر ويشربون الخمر ويعثون بها فسادا كما ترون. الله أكبر ولله الحمد. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. هذا هو علم النظام الذي يرفرف في سماء ساحة الأمويين. أصبح الآن في مرمى نيران مجاهدين حي جوبر الدمشقي.